حسني مبارك الذي يتحدث إليكم اليوم يعتز بما قضاه من سنين طويلة في خدمة مصر وشعبها، وسيحكم التاريخ علي وعلى غيري بما لنا أو علينا. إن الوطن باق والأشخاص زائلون. لا يعني ما الحمد لله من عند الله، وانا استفدت منه لان انا اصلا ما كانش عندي اي امل ان انا هرجع مصر تاني، انما الحمد لله ربنا يعني سواها، وفضل الزياره الاخيره لفخامه الرئيس محمد حسني مبارك. قرر يعني الطبيبين المصريين جاء بمناسبه زياره الرئيس مبارك الى السعوديه وتدخله شخصيا لانهاء الازمه وعوده الطبيبين لزويهم. اللي عملوا فخامة الرئيس والعملوا لخدم الحرمين يعني ما لا يقدر بصراحة. حياتك يا شيخ من دلوقتي الحمد لله حاجة تاني، وأمنية حياتي أمنية حياتي بجد إن أشوف سيادة الرئيس وأسلم عليه وأشكره بجد إنه رجع لنا وعدنا تاني. وأنا يكفيني جدا إن هو في وسط مشاغله دي كلها وفي زيارة لبلد تانية غريبة عن أياني، وإنه افتكر إن ليه أولاد في السعودية وفي مشكلة، وافتكر وحل لهم مشكلة